افتح يا سمسم. مرحبا شباب، سأشارك معكم مميزات مخفية في الآيفون. أنا متأكد حتى ولو كنت تستخدم الآيفون لعشر سنوات معظم هذه المميزات لازلت لا تعرفها، وهي مفيدة جدا وبدون شك ستحبها إن شاء الله. بدون أن أطيل في الكلام، يلا على الفيديو. أول ميزة أريد أن أشارك معك وهي تحذير، وليس بالضبط ميزة. لما تأخذ سكرين شوت على جهازك، على سبيل المثال تأخذ سكرين شوت على هذا الشكل، ثم تدخل على سكرين شوت، وقبل ما ترسله لشخص ما تريد على سبيل المثال أن تقوم بإخفاء رقم أو اسم أو كتابة أو أي شيء في ذلك السكرين شوت. على سبيل المثال سأقوم بإخفاء اسمي على هذا الشكل، أقوم بتغطيته بهذا الاختيار الموجود من هنا كما تشاهدون. قمت بإخفاء اسمي من هنا، لا أريده أن يظهر للشخص الذي سأرسل له هذا السكرين شوت. بعد ذلك نقوم بعمل دون، ثم نقوم بحفظ الصورة في مكتبة الصور ونقوم بإرسالها للشخص الآخر. احذر من هذه العملية، لأن ذلك الشخص يمكنه أن يرى ما قمت بإخفائه بحركة بسيطة جدا. كل ما عليه فعله أن يدخل على أي برنامج تصميم، ولو عنده آيفون يمكنه أن يقوم بهذه العملية بدون حتى برنامج تصميم، فقط بالمعدات التي تعطيك أبل، بالضغط على Edit. وكما تشاهدون من هنا سوف أقوم بالذهاب على هذا، وسأقوم بزيادة الضوء، سأقوم بزيادة الضوء من هنا أيضا، أقوم بزيادة هذه الخاصية، ثم سأقوم بزيادة بعض الخاصيات الأخرى من هنا. وكما تشاهدون الآن لو أقوم بتكبير الصورة فيمكنني أن أرى الكتابة إخوتي. كما تشاهدون اسمي ظاهر من هناك. يمكنني أيضا التلاعب بهذه الخاصيات، ويمكن أن يظهر حتى بشكل أفضل ويظهر واضح جدا. لذلك انتبه جدا لما تقوم بعمل سكرين شوت وإرسال صورتك إلى أي شخص، لا تستعمل هذه الخاصية. وفي المقابل أنصحك أن تقوم بهذه الطريقة، لما تأخذ سكرين شوت تدخل عليه، ثم تذهب من هنا على علامة الزائد الموجودة من هنا في الأسفل، تختار هذا المربع على هذا الشكل، سوف يعطيك هذا المستطيل. يمكنك أن تختار هذه العلامة الرمادية من هنا في الأسفل على هذا الشكل، ثم تختار المربع المليء الأسود المليء على هذا الشكل، وبهذا يمكنك أن تقوم بإخفائه بواسطة هذا المربع على هذا الشكل، ثم تضغط على دون. وبهذه الطريقة لن يتمكن من قراءة تلك الكتابة أو اكتشاف ما تحتها حتى ولو يقوم بأي شيء في برامج التعديل ولا أي شيء، فستبقى مخفية. كما تعلمون في الآيفون لما تكون مشغل عندك أغنية أو موسيقى في الخلفية على هذا الشكل، عندي الآن هذه الموسيقى مخفية، لو قمت بفتح الكاميرا على هذا الشكل وأنا على الصور فستبقى الموسيقى شغالة كما تشاهدون، لكن لو ذهبت على الفيديو بشكل تلقائي سوف تتوقف. وكما تعلمون جميعا فعلى الآيفون لا يمكننا أن نقوم بتصوير فيديو والموسيقى شغالة، حتى ولو قمت بتشغيلها داخل الفيديو فلا يمكنني تصوير فيديو مباشرة، بعدما سأضغط على التصوير ستتوقف الموسيقى تلقائيا. لكن هنالك خدعة، بدون برامج ولا أي شيء يمكنك أن تقوم بتصوير فيديو من كاميرا الآيفون والموسيقى شغالة في الخلفية كما السناب شوت وباقي البرامج. كل ما عليك فعله هو أن تذهب إلى مكان الصور وليس مكان الفيديو، تقوم بتشغيل الأغنية على هذا الشكل في الخلفية، ثم شاهدوا معي إخوتي، الشيء الذي ستقوم به هو أن تضغط ضغطة مطولة على الكاميرا، ثم تقوم بجرها على اليمين على هذا الشكل. كما تشاهدون أنا الآن أصور موسيقى وأصور فيديو عفوا، والموسيقى شغالة في الخلفية كما تشاهدون. يمكنني أن أقوم بتوقيفها، سأقوم بتوقيف الموسيقى الآن. ولو أذهب على الفيديو الذي قمت بتصويرها كما تشاهدون، بجرها على اليمين على هذا الشكل كما تشاهدون أنا الآن أصور موسيقى وأصور فيديو عفوا، والموسيقى شغالة في الخلفية كما تشاهدون. كما تشاهدون إخوتي فالموسيقى تبقى، يمكنك أن تصور بها فيديو وهي في الخلفية ولن تتوقف معك، فقط بهذه الخدعة الجميلة جدا. تذهب على مكان الصور، تضغط ضغطة مطولة، ثم تقوم بجر لتصور فيديو عكس أن تذهب إلى مكان الفيديو. بما أننا في الكاميرا، هنالك ميزة جميلة جدا في مكان الصور. لما تكون على الصور وتكون عندك خاصية اللايف مفعلة على هذا الشكل، طبعا يجب تكون مفعلة بالأصفر، إذا أخذت على سبيل المثال العديد من الصور على شكل لايف على هذا الشكل، صور تأخذها تكون في الشارع، تقوم بتصوير بعض الأشياء وتكون عندك خاصية اللايف مفعلة، فيمكنك بعد أخذ جميع تلك الصور تذهب على مكتبة الصور، ثم تقوم باختيار جميع تلك الصور التي قمت بتصويرها على هذا الشكل، تضغط على سيلكت وتقوم باختيار جميع هذه الصور. كما قلت لكم لازم تكون عبارة عن صور لايف، ثم تضغط على علامة الشير من هنا المشاركة في الأسفل، سوف تجد خاصية كما تشاهدون لو أنزل في الأسفل سيف أز فيديو،
أضغط عليها سوف يتم جمع كل هذه الصور وعملها على شكل فيديو. كما تشاهدون الآن الفيديو جاهز من هنا كما تشاهدون، أضغط عليه وسوف أجد الفيديو على هذا الشكل. كما تشاهدون سوف يجمع لي جميع تلك الصور عبارة عن فيديو. جميلة جدا هذه الطريقة، يمكنك أن تستعملها إذا أخذت مجموعة من الصور لشيء يتحرك أو أي شيء، يمكنك أن تجمعها على شكل فيديو. لما تكون على تطبيق الإيميلات أو تطبيق الملاحظات أو أي تطبيق تكون فيه لائحة طويلة على هذا الشكل، أو حتى تطبيق المسجز تطبيق الرسائل، إذا استعملت أسبوعين على هذا الشكل كما تشاهدون تضغط بهما وتقوم بالجر إلى الأسفل، فيمكنك أن تختار بهما بدون أن تذهب وتختار الواحدة تلو الأخرى. أعيد لكم العملية لتفهموا بشكل أفضل. تضغط بأسبوعين على هذا الشكل وتقوم بالجر إلى الأسفل كما تشاهدون، يمكنك أن تختار. هذه العملية كما قلت لكم تعمل أيضا على تطبيق الملاحظات. كما تشاهدون لو أضغط بأسبوعين وأقوم بالجر إلى الأسفل يمكنك أن تختار جميع الملاحظات لتقوم بحذفها كلها أو تقوم بمشاركتها دفعة واحدة أو أي شيء من هذا القبيل. يمكنك استعماله في تطبيق الرسائل أيضا وجميع التطبيقات التي فيها لائحة طويلة جدا من الرسائل أو من الاختيارات، تضغط بأسبوعين وتقوم باختيارها على هذا الشكل. في بداية الفيديو لاحظتم أنني قمت بفتح الآيفون بكلمة سرية، قلت له افتح يا سمسم وقام بوضع الكود بدون الألمسة ولا أي شيء. يمكنك أيضا أن تقوم بهذه العملية، لكن قبل ذلك سأشارك معكم شيء جميل جدا يمكنك أن تقوم به سواء في جهاز الآيفون أو جهاز الأندرويد. يمكنك أن تستمتع به مع أصدقائك، تأخذ هاتفه وتقوم بوضع فيه هذه الخدعة الجميلة جدا. اذهب على أي متصفح سواء سفاري أو جوجل كروم، ادخل على جوجل ثم قم بكتابة تشاتشا سلايد على هذا الشكل كما تشاهدون إخوتي، قم بكتابتها على هذا الشكل تشاتشا سلايد. هذه عبارة عن كود أو كلمة سرية تقوم بإدخالها في جوجل لتعطيك ميزة جميلة جدا كما تشاهدون. سوف تعطيك هذه العلامة من هنا، اضغط عليها ضغطات متواصلة ليحصل معك ما ستشاهده حاليا. كما تشاهدون جميل جدا إخوتي، هذا الكود أو كلمة سرية تقوم بكتابتها في جوجل في أي متصفح على أي جهاز، وسوف تعطيك هذه الميزة لتقوم بجعل المتصفح يرقص على هذا الشكل بهذه الموسيقى الجميلة. ومن هنا أمر وأشارك معكم الطريقة التي قلت لكم يمكنك أن تفتح الآيفون بكلمة سرية تقولها له. سوف تذهب مباشرة على إعدادات جهازك ثم تنزل للأسفل ثم قم باختيار Accessibility على هذا الشكل، انزل للأسفل ثم اذهب على Voice Control على هذا الشكل، قم بتفعيله من هنا ثم قم باختيار Customize Comments ثم اضغط على العلامة الأولى في على Create New Comment، ثم هنا قم بكتابة الكلمة السرية التي ستقولها للآيفون لكي يفتحه. سأقوم على سبيل المثال أنا سأقوم باختيار iPhone TV على هذا الشكل فقط للتجربة، ثم تختار هذه الاختيار من هنا ثم تضغط على Run Custom Gesture العلامة الثانية من هنا، ثم في هذه الصفحة يجب أن تقوم بإدخال كلمة سر آيفونك، يعني المكان الموجود عليه الأرقام الموجودة في آيفونك. يمكنك أن تقوم بقفله وتقوم بعمل هذا الشكل لتتذكر مكان تواجد الحروف على هذا الشكل. سأتذكر فقط مكان الأرقام وسأقوم بإدخاله 29 12، ثم من هنا 29 12 على هذا الشكل، ثم اضغط على سيف، ثم الآن يمكنك الرجوع والضغط على سيف من هنا. الآن أنت جاهز إذا قمت بقفل الآيفون ثم تذهب على هذا المكان الموجود فيه كلمة السر وتقوم بالتكلم وقول تلك الكلمة السرية التي قمت بكتابتها. أنا قمت بكتابة آيفون تي في كما تشاهدون، سيقوم بإدخال الكود في مكاني فقط بقول الكلمة السرية التي قمت بإدخالها في ذلك المكان. جميلة جدا هذه الميزة، يمكنك أن تستعملها في آيفونك. هنالك خاصية جميلة في الآيفون تقوم بإلغاء آخر عملية قمت بها سواء كتابة سواء قمت بإرسال رسالة وتريد أن توقف تلك العملية، فيمكنك أن تقوم بعمل شيك للآيفون أو تقوم بتحريكه بهذه الطريقة. على سبيل المثال قمت بكتابة كلمة، على سبيل المثال آيفون، أريد أن أقوم بحذف هذه الكلمة، سأقوم بعمل شيك ثم أضغط على أندو وسوف يتم
حذف تلك الكلمة على هذا الشكل كما تشاهدون، ويمكنني أيضا أن أقوم بعمل الشيك للآيفون وضغط ريدو لكي يتم إرجاع تلك العملية. هذه العملية بعمل الشيك للآيفون على هذا الشكل تقوم كما قلت لكم بإرجاع آخر عملية قمت بها أو حذف أو إلغاء آخر عملية. ممكن تقوم بإرسال رسالة في برنامج الرسائل، تقوم على سبيل المثال تضغط إرسال وفي تلك اللحظة تتذكر أنك قمت بخطأ أو لا تريد أن تقوم بإرسال تلك الرسالة، فكل ما عليك فعله أن تقوم بعمل شيك أو تحريك لآيفونك بهذا الشكل وتضغط على أندو وسيتم إلغاء تلك العملية. أو إذا كنت على سبيل المثال عندك كتابة طويلة جدا وقمت بحذفها بالخطأ، فيمكنك أن تقوم بإرجاعها بالضغط على هذا الشكل ثم الضغط على أندو وسيتم إرجاع تلك الكتابة. يمكنك أن تقوم أيضا بإرجاع آخر عملية قمت بها إذا كانت عملية حذف أو عملية إلغاء. أظن أنك استفدت معي في هذا الفيديو ولو بخاصية واحدة تعلمتها معنا، لذلك لا تنسانا بلايك، وإذا عندك آيفون وتزورنا لأول مرة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس دائما ما تفيدك الشروحات. نلتقي غدا في فيديو جديد. سلام.